ليفربول يصفع السعوديين ويحرمهم من الفرعون المصري محمد صلاح، ومغردون خيبة الأمل ركب جمل يسيطر على السعوديين حالة من الصدمة بعد رفض البريطانيين 217 مليون جنيه استرليني لشراء الفرعون المصري محمد صلاح. ولا يصدق السعوديون حتى الآن أن بلدهم فشلت في الاستحواذ على محمد صلاح بالرغم من العرض المالي غير المسبوق، وفشل نادي الاتحاد السعودي المملوك مباشرة لصندوق الاستثمارات السعودية في الحصول على توقيع محمد صلاح مقابل أي مبلغ من المال، وأغلق باب الانتقالات الصيفية الساعات القليلة اللي فاتت واللي شهد صفقات من العيار التقيل. لكن مع كده فشل السعوديين في شراء الفرعون المصري، وأكد المدير الفني يورجن كلوب على أن محمد صلاح متواجد في ليفربول ملتزم للغاية في التدريب وكل ما يخص الفريق. وقال كلوب أنه يعرف كل اللي عرضوا السعوديين عليه من عروض مالية خيالية، ولكن محمد صلاح لن يغادر ليفربول. واعتبر كلوب أن ما عرضه السعوديون من مبالغ خيالية للحصول على توقيع صلاح لا قيمة لها، لأن الفرعون المصري لا يمكن أن يقدر بمال. وكانت الصحف السعودية قد قالت أن نادي اتحاد جدة جهز لشراء محمد صلاح وأن العرض السعودي لا يمكن رفضه. وفور نشر التقارير حول قيمة العرض السعودي الأول والذي تجاوز 150 مليون جنيه استرليني، خرج السعودي للاحتفال بشراء الفرعون المصري. وحتى عندما تأخر الإعلان عن الصفقة، نشرت صحف سعودية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية رفع العرض ل 217 مليون جنيه استرليني. وصندوق الاستثمارات العامة السعودية هو صندوق سيادي مملوك للسعودية، ويملك نادي الاتحاد بخلاف عدد من الأندية الرياضية التانية. وسعى صندوق الاستثمارات السعودي لشراء الفرعون المصري محمد صلاح لتوجيه اهتمام جمهور كرة القدم المصري ناحية الدوري السعودي. ويعتبر جمهور كرة القدم المصري هو أكبر جمهور عربي بيتابع كرة القدم في الدول العربية، ويعتبر محمد صلاح نجم المصريين المفضل. واحتفل السعوديين ليلة الخميس وطول ليلة الجمعة بالصفقة المؤكدة لشراء محمد صلاح وفقاً لتأكيدات وسائل إعلام سعودية. ومع صباح يوم السبت امتنعت وسائل الإعلام السعودية عن الإشارة لصفقة محمد صلاح من قريب أو بعيد لتجنب شعور السعوديين بخيبة الأمل. وخلال الساعات الأخيرة رفع صندوق الاستثمارات السعودي قيمة الصفقة ل 217 مليون جنيه استرليني، وهو مبلغ خيالي لم يقدم في التاريخ للاعب كرة قدم. لكن مع إعلان غلق باب الانتقالات تأكد فشل الصفقة، ورفض نادي ليفربول أو رفض الفرعون المصري نفسه أموال السعوديين الخيالية. مغردين وصفوا مشاعر الحزن اللي بتحيط بالسعوديين بأنها غير مسبوقة، وينطبق عليها المثل المصري خيبة الأمل ركب جمل.